خلاص نسيب اسكندرية اللي استقبلت الاتوبيسات ونروح لحي السيدة زينب. حضراتكم عارفين ان في منطقة هناك اسمها تل العقارب اللي كانت عشوائية، واللي برنامج أمنية مصرية عمل فيها شغل من حوالي سنة ونص، وكان أمنية مصرية في ذات الوقت ان العشوائيات دي تنتهي. الحقيقة المنطقة دي انتهت ضمن ما يقرب من 226 منطقة عشوائية. الغريب ان اسكندرية كانت في المركز الاول في العشوائيات، تليها القاهرة. وبدأت الحكومة منذ سنوات قليلة القضاء على العشوائيات. منطقة تل العقارب دي تم تغييرها وتم نقل سكانها وبناء مساكن حضارية ليهم، والنهاردة بالفعل تم هدم 11 عقار عشوائي وبيتم نقل السكان وإخلاء باقي العقارات وتم تسكينهم في أماكن بديلة لحين تطوير المكان. الحقيقة ده شيء محترم جدا. العشوائيات لما نيجي نتخيل مكان زي تل العقارب ده بعد ما ينهد العشوائيات دي ويعاد مرة أخرى البناء، أكيد بلدنا هتبقى أجمل كتير. احنا معانا على الهاتف المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات. أهلا وسهلا يا باشمهندس. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. إمتى يا فندم تتحقق أمنية القاهرة بدون عشوائيات؟ إن شاء الله بنهاية 2018، وفي بعض المشروعات تتبقى لمنتصف 2019 لأنها بدأت بتأخر في التنفيذ لمناطق لسه أدرية جديدة. يعني إحنا إن شاء الله على نهاية السنة دي أو بداية السنة الجاية مش هيبقى عندنا عشوائيات نهائي؟ لا، عندنا في مشروع هيبقى متبقي لسه، مشروع بتاع الانتاج الحربي، ده فيه 6800 وحده. ده كان مشروع بدا متاخر لان كان لسه مناطق في ادراج ليها لسه ما ادرجتش كلها. ايوه، فده كان ادراج جديد في مناطق جديده، فنفذ لسه المشروع ده بادئ من حوالي 3 شهور وان شاء الله هيخلص معانا في منتصف 2019. التطوير ده ماشي بالتوازي ما بين محافظه القاهره وباقي المحافظات، تمام يا فندم؟ ان شاء الله احنا يعني كل المحافظات احنا كلنا ان شاء الله بنتفرج الثمن عشان 2018 تبقى باذن الله معظم مشروعات مصر متفقه باذن الله. حضرتك بدأتوا من التطوير من بورسعيد اظن؟ لا، احنا ما بدناش تطوير بورسعيد، بدانا في كل المحافظات، بس بورسعيد كنا بادئين شويه بدري في مشروعات زرزاره واحد أيوة. واثنين، كان من فتره قبل ما بدانا في 2014، فعشان كده قلنا بورسعيد هتبقى خاليه، لان برضو بورسعيد محافظه تنسيقها الحضاري عاليه شويه، يعني معموله تنسيق حضاري مش عشوائياتها مش كتير، حتى في الاماكن الغير مخططه اقل محافظه في مساحه الافدنه من الغير مخطط هي بورسعيد 169 فدان فقط. طيب وبالنسبه لحزام العشوائيات اللي في القاهره يا فندم، ايه المخطط للقضاء عليه؟ ان شاء الله احنا عندنا المشروعات الكبيره بتاعت اللي بننفذها في القاهره زي مشروع الاسمرات ب3 مراحل، المرحله الثالثه ان شاء الله باذن الله هتكون في شهر 10 خلصانه معانا. ايوه، اللي هي ال 7440 وحده، ودي لوحدها متكلفه في حدود 1.8 ل 1.9 مليار جنيه ان شاء الله. مشروع تاني كبير جاهز برضو للافتتاح، اللي هو مشروع بتاع محروسة واحد واثنين. المحروسة واحد 3300 وحدة خلصانين خلاص، المحروسة اثنين في 1600 وحدة ان شاء الله يكونوا برضو جاهزين في منتصف شهر 10. يعني عندنا في شهر 10 عندنا اتحاد قوية ان شاء الله. في البحر الاحمر عندنا مشروعات في الغردقة نفسها وفي القصير وفي راس غارب، دول برضو جاهزين للافتتاح حاليا دلوقتي. يعني عندنا حجم المشروعات ان شاء الله جاهزه لتغيير البورسعيد طبعا، اللي هي الهجوج والاصلاح والجناين، حظائر ابو عوف، يعني عندنا يعني في كذا محافظه عندنا مشروعات جاهزه تفتح قبل نهايه 2018 باذن الله. الحمد لله، بالتوفيق يا فندم. اشكرك مهندس خالد صديق. يا رب مصر بدون عشوائيات. هانت الطريق بدأ من فتره مشينا فيه كتير، اعتقد
اللي باقي فيه أقل بكتير جدا من اللي عدى.